وادي الضباب ماك غزير سكاب. على صوت طارش والفضول تترقرق مياه وادي الضباب غزيرة سكابة. فالوادي هو المتنفس الحميم لأبناء تعز، وخاصة بعد حصارها الخانق من قبل ميليشيا الحوثي منذ 5 سنوات. منذ أول طريق وادي الضباب تأسرك الخضرة الجميلة والطبيعة الرائعة والجمال الذي يأخذك لعالم آخر من الهدوء والسكينة والراحة. لا يوجد أماكن للتنزه في أرجاء تعز إلا مكان واحد، وهو الضباب كما تشاهدون. يعني الواحد مننا إذا تزوج وحب يخرج هو زوجته يتمشي ويأخذ راحته، ما ينقاش أماكن نهائيا إلا في الضباب. وتقريبا الأماكن الثانية مثل قلعة القاهرة الآن مغلقة، أماكن ثانية التربة الآن منتزه السكون مغلق بسبب أوضاع الجديدة هذه مرض كورونا. وادي الضباب لوحة بديعة من الإخضرار وبرك مياه كثيرة، فيما زقزقات العصافير تضفي على المكان الهادئ مقطوعة فنية تمتزج بخرير المياه من بين جداول الحقول والأرض الزراعية، فتطرب القلوب وتستريح النفوس. وادي الضباب خضرة دائمة على مدار السنة بسبب وفرة المياه التي تنحدر من أعلى جبال الضباب وتترقرق في أوديته. خرجتنا وعائلتي تمشي ما في إلا الضباب بس هنا بسبب كورونا. يشتهر وادي الضباب ببعض المحاصيل الزراعية التي تمتاز بجودتها الطبيعية، منها المانجو والجوافة، وتعد صناعة الجبن البلدي المهنة التقليدية الأهم التي يزاولها الغالبية. كثيرون من أبناء المدينة يقصدون الوادي سيرا على أقدامهم، وحين يصلون ينسيهم الوادي تعب الأقدام وأوجاع الحرب وأحزان الحصار. وما زال وادي الضباب مقصد العائلات اليمنية من مختلف المحافظات، وما زال ماؤه غزير سكاب، نصه سيول والنص دموع الأحباب. من بين الجمال والخضرة والجو البديع، من هنا من وادي الضباب الوجهة الأولى والمتنفس الوحيد لأبناء تعز. زبيدة الوجيه لبرنامج أضواء سهيل تعز.